بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أبناء طلاب الصف الرابع الابتدائي بمدارس العبير الأهلية، إن شاء الله نستكمل شرح دروس مادة التوحيد. الدرس السابع هو بعنوان مظاهر الشرك. انتبهوا معي يا أبنائي. يعتبر الشرك بالله تعالى أعظم الكبائر والتي ينبغي على المسلم أن يوليها اهتماما بالغا، وذلك من خلال العلم بها والحذر من ارتكابها. وللشرك مظاهر كثيرة يتوجب على كل مسلم الابتعاد والإقلاع عنها، وفيما يلي بيان بعض تلك المظاهر التي انتشرت بين الناس. منها تعليق التمائم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. أي إنسان يعلق تميمة أو أي شكل من الأشكال يعد ذلك شرك بالله عز وجل. كذلك شد الرحال أولياء الله تعالى، وإن ذلك من أمور ذات الانتشار الواسع بين الناس. قال الله عز وجل في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. كذلك الحلف بغير الله تعالى كان يحلف المرء بالأمانة أو بالنعمة أو بحياة النبي، كل ذلك يعد شركا. كذلك اتيان العرافين والدجالين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 ليلة، ويدخل ذلك في الدجل والشعوذة. كذلك الاستسقاء بالنجوم ومنازل القمر، كذلك النذر والذبح لغير الله تعالى، كذلك التبرك بالأشجار والأحجار والأضرحة. ننتقل بعد ذلك إلى تمهيد هذا الدرس. أكثر شرك المشركين في صرف العبادة لغير الله، ولهذا الشرك مظاهر كثيرة قديما وحديثا سنتعرف عليها في هذا الدرس. بعض معبودات المشركين: كان المشركون من كل أمة يعبدون معبودات باطلة ويتقربون إليها بأنواع العبادات، ويتخذونها وسائط وشفعاء عند الله. قال الله تعالى عن المشركين، بسم الله الرحمن الرحيم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. صدق الله العظيم. فشركهم هذا أفسد أعمالهم، وصاروا بذلك كفارا. الأعمال التي يقوم بها المشركون من عبادة القمر وعبادة الأحجار، كل هذه الأمور أفسدت عليهم حياتهم وصاروا بذلك كفارا. ومن معبودات المشركين ما يلي: الأنبياء، قبور الصالحين، الجن، الأحجار، الأشجار، الكواكب، كل هذه معبودات المشركين. من مظاهر الشرك: الشرك الذي يقع فيه المشركون حديثا هو الشرك الذي وقع فيه المشركون كذلك قديما. ومن مظاهره ما يلي: 1- دعاء الأموات كأن يقول للميت: يا سيدي أغثني. هل الميت نستغيث به؟ أكيد
أحسنتم، لا، الذي نستغيث به هو الله عز وجل. 2. الركوع والسجود لغير الله كالسجود لقبور الأنبياء والصالحين أو العظماء لا نسجد إلا لله عز وجل، لا يصلح أننا نسجد لقبور الأنبياء أو الصالحين أو العظماء أو أولياء الله عز وجل. 3. الذبح لغير الله كالذبح لقبور الأولياء والصالحين تقربا إليهم، لا نذبح إلا لله عز وجل. 4. السحر لما فيه من عبادة الشياطين من دون الله. بعد ذلك، كذلك من مظاهر الشرك إتيان العرافين والدجالين، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال من أتى كما قلنا من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. كذلك من مظاهر الشرك التشاؤم، كأن يتشاؤم الإنسان من صور أو من صوت معين أو لون معين. كذلك عبادة الأشجار أو الأحجار أو الأضرحة، كل هذه الأمور من مظاهر الشرك. بالتعاون مع زميلك أذكر مظاهر أخرى للشرك. 1. الاعتقاد بتأثير النجوم والكواكب في حياة الناس والحوادث. كذلك تعليق التميمات وغيرها، والاعتقاد بأنها تنفع وتضر. 3. النذر غير الله تعالى كمن يفعل الذين ينذرون لأصحاب القبور. ننتقل بعد ذلك إلى تقويم درسنا. السؤال الأول: شفعاء العبادات. بالاستفادة مما بين الأقواس أكمل الفراغ التالي: المشركون يتقربون إلى معبوداتهم بأنواع، من يدري يا شباب؟ أحسنتم جزاكم الله خيرا، العبادات، ويتخذونهم، أحسنتم، شفعاء عند الله. السؤال الثاني: أكمل الفراغ التالي: من معبودات المشركين، من يدري؟ أحسنتم، الأصنام، كذلك الشمس، أحسنتم، النار، الملائكة، النجوم، جزاكم الله خيرا. 3. أستدل بدليل واحد على أن المشركين كانوا يتخذون معبوداتهم شفعاء لهم عند الله. دليل: قال الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. صدق الله العظيم. وبهذا يا أبنائي قد انتهينا من شرح درسنا، ونتمنى للجميع النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.